البنات، السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس. سالي تو الموند، بوجور تو الموند. اجوردي ان شاء الله اون فير ان طاجين بور لو ديبيتونت. تو الموند اي بورا فير سون طاجين اليوم ان شاء الله. غنديروا البنات واحد الطاجين تيجي واعر واعر، طاجين بالبرقوق على طريقه مغربيه. كلشي ان شاء الله المبتدئات يقدروا يديروه. كاين حتى الخبز، ولكن الخبز البنات ما غاديش نحطوه هنا في هذا الفيديو، غندير ليه الفيديو بوحدو. Pour le pain, je vais faire une autre vidéo à part. Ben, je vous laisserai avec les ingrédients et comment faire. Entre les commères, le maqadir ou le tariq al tahdir. J'ai 2 kg de lhma. J'ai 2 kg de lhma. J'ai 2 kg de viande. Lhma de l'ovo. Tenez ce bhad l'atriya. Tenez ce bhad l'malqa. Alqa sghira de la kumon. Skin jibir. Harfoum. Yabzar. Curcumin, gingembre, paprika et poivron noir, poivron blanc. Une petite cuillère de sel. Le sel, ça reste long dans votre goût. On va tuer des aliments. هنايا هزيت 4 ديال البصلات كوارين، ابغي 4 اونيوغون، 4 ندير شويه ديال زيت الزيتون، وغنحط داك اللحم ونحطو كامل، وغنحط داك اللحم. نزيد عليه جوج ديال العواد ديال القرفه وغنخليه يتقلى على مهلو. حطيت لق مزيان الماء ديالو والبصله، هنايا صافي البنات راه تقلات ليا مزيان داك البصله مع اللحم. لا جي لي سي بيان وغوفني على لا فيوند لي زونيون. اللي وحطيت هذيك البصله يتعسل، يعني تعسل غير هكذاك وصافي، ما تزيدو لا المرقه ولا والو، حتى يدير مزيان داك اللحم، يعني تدخل فيه داك العطريه وكلشي، عاد يدو فيه المرقه ديالكم. واخا يكون بيان لي لي فيو غوفني غافيك لي زونيو سالاف، وزالي غوجوتي ان بو دو صوص. هنا هنايا زدت شويه ديال المستاف هذيك اللي درت فيه، يعني كيما شفتو في الفيديو كيفاش مرض لي شرملت فيه اللحم. Là, je rajoute un peu d'eau. Je rajoute encore un petit peu. On a tué des lourds dans les autres. On met des lourds, vous avez des lourds, mais il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Là, j'ai mis 6. On va dire comme ça. On a mis des lourds, 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 on a mis des lourds. Voilà, quand c'est qu'on taille, on a la norme, il faut le faire cuire sur la poudre. On a le laisser au moins 2 heures. 2 heures de cuisson. Là, on a mis des lourds. غادي نزيد غير شويه ديال لاصوص طوموط، باش يعطي لي هداك اللون صافي. غندي ندوزو للبرقوق. هنا هزيت شويه ديال البرقوق من بعد ما غسلتو، وزيت شويه ديال المرقه من الطاجين، وزدت عليها شويه ديال الزبده. غنخليها يعني غنخليها تعسل. معلقه كبيره ديال السكر. جي راجوتي دو كويير سوب دو صوص، ان بو دو سكر، اون بوتيت كويير دو بور. غادي ندير معلقه ديال القرفه، مترين كويير كانت
وغنخليه حتى يتعسل. جو بان لي سي جوست كاسو دوفيان كوم معسل. با كاراميليزي ها معسل وصافي. باسكو ما نعرفش نقولها بالفرنساويه والله ما عرف. فيه حتى شويه ديال الملحه، كيعجبني هذاك لوغو ديال الملحه، غنعرف مع لو سكر، مع السكر وحلاوه والملحه كتجي واحد الذوق رائع. كيفاش تيجي اللحم ديالنا تبارك الله، تقولوا بحال الا حرم حمر. ها مشات العربيه حتى هي، تقولوا بحال الا حمرناه في الفران، كيجي رائع البنات. انا خليت فيه شويه ديال لاصوص باش نغمسوا الخبز ان شاء الله. وغن voilà comment c'est cuit la viande et on dirait c'est comme si on la met au four alors il était juste dans la marmite. صافي البنات، ديروا عليه البرقوق ولا ديروا عليه اللي بغيتو. هذا هو طاجين وغرابي 100%. نتمنى ان شاء الله تبعوا الطريقه وحتى نتوما ان شاء الله ديروه. هنا زدت شويه ديال المشمش، هذا يبقى اختياري ماشي هو بزاف عليكم ديروه. درت ليه لهذا المشمش، درت ليه نفس الشيء كما درت ليه لهذاك، يعني البرقوق نورمال. ودرت عليه شويه ديال القرقع صافي. ها هو الطاجين ديالنا واجد. ها هو الطاجين ديالنا كيفاش تجي، والخبز حتى هو خبز مغربي. ها هو الخبز ديالنا البنات كيفاش تيجي، تيجي هائل هائل راط وتبارك الله ما نقولكمش البنات. ها هو كيفاش تيجي البنات، ايوا تاكلو ان شاء الله بالصحة والراحة مع الطاجين ديالنا ما نقولكمش. والطاجين ديالنا ها هو، برعوا ضيافكم ونقول لكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي. وشكرا لكم بزاف. كما قلت لكم البنات ان شاء الله الخبز غنحطو في الفيديو الجاي ان شاء الله. وشكرا لكم، ما تنسونيش بالدعوات ديالكم والدعم ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله.